السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهي خامس حلقة من سلسلة برامج اندرويد. اول برنامج فلاش مثل ما موجود بالصورة بالايفون، تقدر تخلي فلاش من يدك، يعني هو بالاصل موجود، من احد يتصل عليك او يبعث لك رسالة راح يطلع ضوء من الفلاش. بالاندرويد ماكو، بس هذا البرنامج يخلي لك هاي الميزة، من واحد يزيد لك رسالة ويتصل عليك راح يشتغل هذا الفلاش. ثاني برنامج هذا، وهذا مكملات البعض، بس اكو ناس تقدر تستخدمه بس هو، يعني بس برفع الروابط لازم هذا وهذا. يعني هذا البرنامج تقدر ترسل من العاب عن طريق بلوتوث وباقي الاشياء، يعني كيك هاي الشغلات هسه نشوفه. هاي دروب بوكس، يعني هذا مكمل هذا. شلون هاي دروب بوكس؟ يعني دامو هاي البرنامج ما راح نقدر نستخدم دروب بوكس، يعني من هذا البرنامج نقدر نرفع العاب، يعني هو من تدخل عليه وبعدين يعني تحدد التطبيق راح يطلع لك بالخيارات الإرسال دروب بوكس، تقدر ترفع على دروب بوكس برابط. الرابع ايميل، اكو ناس تستخدم الايميل ويعني ما تعرف اكو ايميل، تعرف بس اكو ياها بالماركت، فهذا ايميل يعني بس يعني تقرأ الايميلات الجاياتك. هذا التطبيق الخامس العفو، يوتيوب، يعني يوتيوب يخليك شاشة هنا صغيرة تقدر تستخدمه، طبعا بميزاته هواي، يعني اشكاله هواي تقدر تتحكم بيه. خلينا نشوفهم واحد واحد. نيكست، تنتظر 10 ثواني. بعدين تيست. نيكست. تيست. مثل ما شفتوا الفلاش اشتغل، يعني يقول لك هاي الطريقة. هسه اشتغل الاعدادات اللي تلعبون بيها. هسه اي واحد يوصل عليك او يبعث لك رسالة راح يشتغل الفلاش، مجربها. تقول الجهاز الفتحة نفس الشي، يعني ما عليه، هاي بعد ما سويت هاي الشغلة هذا البرنامج يشتغل، وتريد تطفي من هاي الدقمة غلق انفتح. خلينا نروح على البرنامج الثاني. هذا البرنامج اول ما تدخل على التطبيق راح يجيك لينك رابط اي بي كي، يعني تطبيقات اندرويد. هاي التطبيقات كلها بجهازك، تقدر تحدد 10 50 كيفك، او 1 تقدر تحدد بهاي الطريقة تختاره. بعدين شير، هاي كلها ترسل عليها، او اذا تريد مثل هذا التطبيق اضغط عليه راح يطلع لك هاي الاشياء كلها. هنا ايميل، هاي هنا الطريق الواي فاي، هنا توب ميت، هاي اذا كان عندك، هنا على سكايب. هاي البرنامج يعني يحفظ، راح انزله على بالقناة، برنامج كلش حلو، يعني الصور اللي تضيعن تلقاهن، يعني تمسحن بالغلط تلقاهن، راح انزله بالقناة. عن جيميل او ايميل، هذا ما اعرفه هو بالجهاز، اتوقع يعني رفع روابط. هذا بوكس مثل دروب بوكس، المهم هاي كلها. علينا احنا دروب بوكس، وعلينا بلوتوث، راح يجيك بلوتوث وبلوتوث زيب، لازم تستخدم اول واحد، ما عليك بهذا الثاني. انا تريد ترسله بهاي الطريقة على اول واحد، تنطي هذا الخيار راح نرسل شي عادي، وباقي التطبيقات كلها نفس الشي. مثل على دروب بوكس بهاي الطريقة، تنطي اد، بعدين راح يطلع لك رابط تدخل عليه، يعني من هنا راح يطلع لك علامة يعني يرفع شي على الدروب بوكس تدخل عليه، بعدين تروح يعني اللي يعرف دروب بوكس شي سهل. هسه نشوف المهم بهاي الطريقة، تنطي اد، هذا البرنامج لين رفع. نرفع هذا بدروب بوكس، تقدر تنطي شير، انت كوبي لينك عن نسخ الرابط، النسخ مثلا خلينا نشوف
الرابط، هذا الرابط دائما يجي HTTPS نهاية كل هيك يعني db.tc دائما هيك يجي، وهنا خلي لك هو كلمات دائما كلمات وأحرف بهاي الطريقة. طبعا ارفع عفوا البرامج من هذا البرنامج، من هذا البرنامج دروب بوكس. خلينا نروح على البرنامج الرابع، هاي الايميلات يعني اي ايميل يجيك تقدر تقرا، هاي كل الايميلات تقدر تقرا ما ينمسح. بس هاي الايميلين طلع لك هاي العلامة الزرقاء يعني انت مقاري ما دخل عليهن بالاحرى. هسا دخلنا عليهن راحت العلامة، دخلنا عليه راحت العلامة، تقدر تمسح يعني كلش حلو. مثلا مسح تقدر ترد، هنا عندك هواي خيارات ضبطهم. هنا الشكل يعني تخليها الخلفية تخليها كصورة من هذين الصور، يعني تطبيق كلش حلو. خلينا ننتقل على البرنامج الخامس والأخير، طبعا راح اخليكم نسخة برو يعني نسخة احسن احسن من العادية. سان فاتح بحسابي اسن ست، مثلا خلنا نفتح حساب القناة، اهلا لك الفيديوهات انت يعني الناس المشترك وياهم قنواتهم. نعم مثلا تحمل تطبيق على قناتك، هاي قناة التطبيقات عفوا الفيديوهات اللي منزلها على القناة. هنا هيستوريا فيديوهات اللي شايفها، وهنا ناس اللي تنزل. مثلا هنا تبحث عن شي، تنهى الفيديو بهذه الطريقة، ترفع الصوت. هاي الطريقة ترفع الصوت، تقدم وترجع. وهنا عندك زر الجودة 720 بيكسل فول اتش دي، لا الأهو بس اتش دي. هنا تضغط على هاي، خلى لك اياه على شاشة صغيرة. تقدر تشوف تكبر الزغرة، تقدر ترجع على نفس المكان. بهاي الطريقة تطبيق كلش حلو، جاء هو هذا التحديث الجديد يعني حسن من التطبيق، حسن من شكل التطبيق. هاي الخمس برامج اليوم في نهاية الحلقة، تنسون لايك سبسكرايب شير كومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.